أنا ما ذكرت العقيلة في ليالي الماضية، أريد أن أذكر العقيلة هذه الليلة، لأن هذه الليلة بدأت أحزان العقيلة. هذه ليلة تاسعاء، وأحزان العقيلة بدأت من ليلة تاسعاء. هذا الخروج الأول للعقيلة. الخروج الثاني للعقيلة متى كان؟ خرجت أكثر من مرة العقيلة. خروج آخر للعقيلة حينما ودع الحسين العائلة الوداع الثاني. الحسين ودع العائلة مرتين، وهذا أيضا يدخل في تجييش العواطف. لما ودع العائلة الوداع الثاني وخرج الحسين وتوسط في الميدان، ابتعد شيئا ما عن الخيام، وإذا بصوت هو صوت العقيلة يسمعه: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي يا حسين، مهلا مهلا يا ابن أمي، مهلا مهلا يا ابن المرتضى. الحسين ألوى عنان الجواد ورجع: ما الخبر أخي، ما الخبر؟ قالت: نور عيني يا حسين، تعال معي. إلى أين؟ نزل عن الجواد. قالت: تعال معي إلى بين الخيام. أخذته ما بين الخيام: ما تريدين يا ابنة علي؟ قالت: أخي حسين، اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن صدرك، عن نحرك. كشف لها الحسين عن صدره، قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم توجهت زيارة، هذه زيارة، توجهت إلى تلقاء المدينة وصاحت: يا أمه زهراء، يا أمه، لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. أخي زينب، عن أية وديعة تتحدثين؟ عن أية أمانة؟ قالت: نور عيني حسين، لما حضرت أمنا الوفاء أوصتني بهذه الوصية: سترين أخاك في كربلاء وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، إذا رأيتيه على هذا الحال فقبليه لي في صدره، وشميه لي في نحره، هذا النحر الذي سيذبح، وهذا الصدر الذي ستجول عليه الخيول. هذه زيارة، زيارة للزهراء، وهذه نيابة عن الزهراء. هذه القبلة التي قبلت بها صدر الحسين كانت بعنوان النيابة، نيابة عن أمها فاطمة. الزهراء حاضرة في كل مقطع من مقاطع الطفوف. هناك موقف آخر للعقيلة أذكره وأختم الحديث وأسألكم الدعاء، وهو بحسب ما أعتقد هو أشد المواقف ألما على عقيلة بن هاشم، أشد المواقف لوعة ولهفة مرت على عقيلة بن هاشم. متى؟ حينما توسط الحسين بعد الوداع الثاني، وبعد تقبيل صدره وشم نحره، وخرج الحسين إلى المعركة، كانت العقيلة واقفة بباب الخيمة وهي تراقب الحسين من بعيد، وبجانبها أم كلثوم، ومن بعيد ترى راية الحسين تخفق في وسط البنود والألوية والأعلام والرماح
غابة غابة من الرماح والسيوف، ورايت الحسين خفاقة كما قالها ابن سعد. ماذا قال ابن سعد عن الحسين؟ قال: إن نفس أبيه بين جنبيه، نفس علي بين جنبيه، علي بين جنبيه، محمد بين جنبيه. هذا هو الحسين، رايته تخفق في وسط الجموع، رايته تعلو وتعلو، وهو يكتسح تلك الآلاف المؤلفة. لكن بعد ساعة الراية اختفت. حديث بين زينب وأم كلثوم، زينب تقول: لا أرى راية ابن والدي، لا أرى راية ابن أمي. أم كلثوم تقول لها: أخي، لعل الخيل والرجال حجبته عنا. زينب تقول لها: إن ابن والدي لا تحجبه الخيول ولا الرجال ولا الفرسان، لكن الحسين أصيب بضرر. تتصورون معي هذه اللحظة، لحظة من الحيرة، لحظة من الوجع والألم واللهفة. متى انجلت هذه اللحظة؟ ما هو إلا لحظات، وإذا بصهيل الحصان، وإذا بصهيل الفرس. أقبل الفرس والأطفال خرجوا يركضون، توقعوا أن الحسين عاد كي يودعهم الوداع الثالث. وإذا بالجواد خال من فارسه، السرج مقلوب والسهام نبتت في جسد الجواد، ودماء الحسين على ناصية الجواد. إمامنا الباقر يقول، كان الجواد يقول: الظليمة الظليمة، الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها.